بعدم دستوريتها ده تعديل مخل ويختصر روح ثورة 25 يناير ويختصر روح ثورة 30 يونيو. يا ريس مش معنى المحكمة الدستورية تيجي تقول إن العقوبة ما فيهاش حاجة غير دستورية إنها أقرها. أنا مشرع مفروض أنا اللي أقول على طبقا للظرف أنا أشدد العقوبة أو أخففها أو ألغيها. المحكمة الدستورية ليس لها أن تقول في مسألة زي دي. ولكن المحكمة الدستورية يعني ريحة كثير من الجمهور المدني كما محل القاعة، والمحكمة قالت لك أبدا هي محكمة في مادة دستورية في أشرح أنا المحكمة أنا آية بحكم المحكمة الدستورية يا ريس أشرح وجهة نظري يعني قراءتك للمحكم اعتقد يعني في اختلاف بينك انك بتقرا والقانونيين ما يقراوا الحكم زي ما انت راجل مفرد وتستطيع ان تقنع القانونيين ايضا عندهم استعداد ان يتكلموا في القانون.